السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله متابعينا الغالي. بنكمل لكم اليوم تغطية معرض جنيف الدولي اللي صار بشهر مارس اللي راح. اليوم معنا تغطية منصة لامبورجيني، مطلعين اس يو في جديد اسمه اورس، يجمع ما بين سبورت والاس يو في، طبعا ينافس البنتيجا وبورش كاين والكيو 7 من الاودي. بالنسبة للمحرك هو 8 سلندر بحجم 4 لتر توين تيربو وبقوة 650 حصان والعزم 850 نيوتن، والجير 8 سرعات، التسارع من 0 إلى 100 3.6. طبعا يجي بخمس وضعيات القيادة اللي هي الطرق الوعرة والثلوج والقيادة العادية والأداء العالي والرياضي والرمال. وبالنسبة للداخلية فمثل ما تشوفون فخامة، وتحس انك راكب كابينة طيارة حربية، ويجي بثلاث شاشات وسائط والعدادات حقات التحكم بالمكيف، مراتب جلد منكشات مميزة مع الكنتارة بكل مكان، والأسعار تبدأ تقريبا من 750 ألف ريال. شوفوا الأصفر، ماشي ماشي بالله، أعطونا رايك. تصميم غريب. شكله حلو من ورا وقدام، شكله حلو بس مع الجنب ما هو ذاك الزود. البنت اللي ما نزل البنتيجا 6 سلندر كهرب، بس خلنا نخلص من هنا.